الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول في اللون، مرحبا يسول، مرحبا بكم في قناة البور تي في مع الشيخ النووي طالح حابط. نتلاقاو كالعادة وفق ربي إن شاء الله. اليوم موعد كما باقي المواعيد اللي فاتت. عامر الفيسبوك، الفيسبوك هو كالعادة www.facebook.com ماتراك مايل طالح حابط ماتراك مايل من الفيسبوك. ها يا خالتي، خالد الريجيسور يموت على الطلبة، يموت على الدعاوي، تقول عزوج. ها يا روح، روحوا للفقرة تاع الطلبة. ارفدوا يدك يا جماعة، فريق تقني قال ارفد يدي. اللهم صل على النبي. ارفد يرفد البرايج، يرفد. اللهم يا العزيز ارفدوا يدكم يا شيوخة. اللهم احفظ بلادنا ولادنا ولاد بلادنا. اللهم حبب بيناتنا، دير المحبة بيناتنا. اللهم اعطينا الارزاق، اللهم وفقنا لما فيه الخير، اللهم رضي علينا الوالدين، اللهم نقينا من الذنوب، اللهم انشر المحبة والوفاء والإخلاص بيناتنا يا علي يا جبار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يا ربي، خلاصة ها صح. نبدأ بالحمد، نحمد ربي اللي راه أعطانا الرزق خيرات، الله يبارك. هذه اليومين أمطار، اللهم صل على النبي، أمطار زينة، وعام إن شاء الله زين. إن شاء الله العام تاع 2017 إن شاء الله تتغير الأمور، إن شاء الله يجينا الخير، إن شاء الله نفطنوا من القافلة ونخدموا ونتهلاو في بلادنا وربي يحفظنا إن شاء الله. هاي الفقرة الأولى هي تاع الأمطار، سميناها العاصمة ليلة البارح. البارح طاحت أمطار في العالم كاع، الخير كي يجي يبان على مواليه، حنا كي يجي الخير يتتقلب. قال لك اذا زاد الشيء عن حده انقلب الى ضده. حنا الامطار كي تكثر دير لنا الديكات، تلحق حتى للوفيات. اطلق عمور، اطلق. هذه في جماعه بزاف هضروا على الاس تاع بن عكنون البارح، هذه ماهيش في الاس، هذه زيدوا قدموا كما الدنيا بارك، طريق بين ولاد فايد دال ابراهيم. هالك يا جماعه، وهذه الشيء اللي راكم تشاهدوا فيه هذا في الليل البارح بتصرف. شي هذا اللي صاري، وتقطعت الطريق منا حتى لحقت حتى قول لي زانفيرو تاع الحراش، هذوك لي زانفيرو. وعلى بالكم باللي الماء في الطريق السريع يشكل خطر، ممكن واحد يكون مسرع فيدخل الماء تتقلب الحاله. وهذه المسؤوليه نحملوها لجماعه الترابو بيبليك والبالوعات والدنيا وقاعدين. شوفوا يا جماعه الخير، هذه الطرود تاع ماشي شرق غرب، هذه الطرود تاع زيرالدا، يسموها زيرالدا بن عكنون الدار البيضاء المطار. شوفوا واش صار فيها هذه البارح. هو في الحقيقه الماء هذا خير، ولكن لما ما نكونوش خادمين الخدمه وموجدين هذه تصرف الجزائر دائما. شوفوا شوفوا سبحان الله العظيم. مشي يا عامر، مشي مشي شويه، مشي زيد 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 زيد، هذه في الطريق، زيد زيد شويه ها شويه. مشي يا عامر، مشي مشي، بها نروحوا الفيديو الاخر. مشي احبس احبس، عاود ولي. هذه الطريق كي عدنا رايحين باه نصوروا واحد القضيه في القبه. تحيه الناس القبه لابروفال، تحيه للشباب اللي لقيناهم البارح في الليل، شباب لابروفال، تحيه مع الدنوي. هاي لابروفال، هذا يا جماعه حي ترقاوي البيبي. وين تبنى؟ تبنى في واد في لابروفال، والناس مساكن اللي سكانين شوفوا واش صرا لهم، ما قدروش يدخلوا لديارهم. شوفوا بعينيكم لابروفال هذه، يا عامر وجد روحك كي يقولوا يهضروا السكانين، انا ما نبانش هكذا. رد لي عامر، هيا صح ندخل في الكادر واقيل. روح مشي مشي 197، مشي مشي يا عامر، مشي مشي. زيد زيد، احبس احبس هنا، اطلق هنا، اطلق عامر، اطلق اطلق، خليه يمشي. روح مين حروح هي وجا مين انا باش ندير مين المير، ما نهضرش معاه مين علاه باش تهضر معاه، باش يحضر ويهضر معاه. هضرنا معاه كيفاش تسكن هنا فلان، تعطينا ديك راسي معلش، تعطينا ديك راسي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته خويا، واش رايكم في هذه الليله المباركه؟ اكتب فينا انا غرقنا
بديارنا بولادنا بلا حب كل شيء. واش ما قلاش واش ندير ولادك راه من داخل ولا برا؟ من الداخل. طب ما قدرتش تروح لهم؟ ما قدرتش. هاك شوف هاني ما عندهمش واش ياكلوا. شوف لي بون، شوف لي بون بياتك مزود ياك ولا واش ما يمدلك والو؟ ولا القوه البحريه، القوه البحريه، القوه البحريه تعطيك مفلايه؟ كان والو ما كاش. كان لي جاتسكي، كان لي جاتسكي يعطيهم الصحه. جا هذا هذا ساكن ترقاوي. نعم ساكن ترقاوي البيبي بروموسيونال. خلصوا دراهم؟ دراهم خلصناها. يتسمى هذو خلصوا دراهم يصرا كيما هكذا كون جا سوسيال زاكر؟ كون انا نموتوا. وما داروا لنا والو. تاع كي جاو يسكنوا المعالم لهنايا تقلب الدنيا. انا ساكن هنا خويا شاري دار. هاك تشوف شرا شاري فينا. هاك تشوف. وش رايكم؟ وش رايكم بالدار؟ الماء، الماء يجي ما نعرف منين يتلم ويجي. هذا كاتريام فوا وهي تلم عندنا هنا ستين كيفات ما داروا لها والو خويا. ها انا شري كارديوبات خويا راك تشوف هاني الطوموبيل تاعي مكسره. شكيتو شوف فيها شكيتو للسلطات؟ شكينا نورمالمون. هذه ستين بروموسيون ايموبيليار. خلصوا دراهم؟ خلصنا دراهم. ما جا واستقبلنا واحد ما ورانا واسمو. صح ما كان لا جيستيون. واحد يقول غلقت لي الباب خلاونا ابوندوني. شوف ايوا دير ديك لوبيجي دي ساندي هي اللي بعتنا الديار. هادو ستين بروموسيون ايموبيليار. اذا هداهم ربي، اذا هداهم ربي هاو رئيس البلديه انا يدير لنا حل ويخدموا لنا. هذا ما نحوسوا. احبس 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 هذا خاطي. اذا هداهم ربي يا جماعه، اذا هداكم ربي احشموا. كي ديروا مشروع تاع بناء ما ديروش في الواد. الارض راهي كبيره والجزائر راهي قاره. كاين بزاف الناس يقولوا كاين خمس قارات. كذبه. كاين ست قارات. احبس. كاين ست قارات. القاره السادسه هي الجزائر. يا ابن عمي هذه البلاد قاعدين حاصرين تبنوا لنا في الويدان، تبنوا لنا في التيرغليسونت، ولاصقين كاع كي عظام الراس في الشمال. قاعد تحوسوا تسكنوا في الجي، اوغو، كوستانتين، النابا، بالعباس. هاو روحوا عمروا البلاد. عمرو بوكازول، عمرو البرج، عمرو ستيف، عمر البلاد الكبيره الله يبارك. علاه تخدموا في المنكر في المواطنين؟ يخلص بدراهم وتسكنوا في واد. الذيابه تاع لوبي جي لو ساندي والذيابه تاع القباء هابطين زين وحده. هاطلك عمور. الاشغال العموميه القاتله. لا هي الاشغال العموميه نزلت لها القاتله. علاه يا جماعه؟ الاشغال العموميه تاكل دراهم كبار وفي خدمه الشعب، والاظرفه الماليه هذه الاقلفه الماليه في خدمه الشعب. دوك الى نعطوكم الدراهم، الى الدوله تخصص دراهم باه تخدموا الاشغال العموميه، باه المواطن يموت الله ينعلها خدمه كاع. لحقت للموت. قلنا السرقه تدوا دراهم، ها سرقوا كي عدتوا ما تخافوش ربي. واش نديروا لكم؟ وكلكم ربي. ولكن باه تخدموا خدمه معوجه ويموت المواطن، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه ما نسكتوش عليها. كنا رايحين الصباح العين دفله، تحيه الناس عين دفله، في الطريق في جهه بومدفع. كي نخرجوا من بومدفع حمام ريق على اليمنى في الفراج، يا جماعه شوفوا بعينيكم هذاك هذا العابس ما تمشيش فيديو عامر. شفتوا هذا المرسو تاع البيطون اللي يجي حمايه، بيطون اسمنت مسلح حمايه للسيارات، مقلوع عنده شهور. والبارح ماتوا زوج في هذا الباصة، ماتوا زوج. واليوم الصباح السبعة ماتوا زوج، صافي ربعة. والعام اللي فات ماتوا ستة. وخلينا من الحيين الباراليزي والدرك الوطني، أمن الطرقات تاع الدرك الوطني دار الخدمة تاعو مشكور، وراس الهيئات المختصة. لا حياة لمن تنادي ولا تنادي لمن الحياة. واطلق عمر الناس تشوف. اطلق يا عمور. لا 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 مش هذه هي. هاوليك هذا هو الفيديو. هاوليك الحادث مرور تاع اليوم. هاوليك هاوليك البيطون اللي طاير في لوطوروت طريق السيار شرق غربة. هاوليك هاوليك اللي طاير السيارة كي تجي تدخل في الموسو تاع البيطون. ماتوا زوج اليوم الله يرحمهم. مش لف هاوليك. شوفوا كيف هاي طايرة قديمة عندها مدة محطوطة غير فوق الاخر. طارت السيارة جاية مسرعة وشتا وما كانش. لو كان كانت كاينه هذه تحميه السائق، تحميه ما يميلش. بصح كي عاد ما كانش شوفوا وين راه دخل. دخل في البيطون. ماتوا زوج اليوم الصباح وماتوا البارح زوج. الربعه هذو اللي ماتوا في رقاب بكم. الارواح تاع الربعه هذو في رقاب بكم. هاملك في سياره اسعاف رافدينهم جايين موليهم يبكوا مع الصباح. هاملك كي لحقت للارواح والله ما تعشموا. شوفوا يا جماعه
شوف الشعب الجزائري، شوفوا يا المسؤولين، يا اللي راكم راكدين في الدفاع مع اولادكم، شوفوا المواطن الجزائري واش صار فيه. عيب عليكم. السرقه تدوا الدراهم، معليش، انسان يسخف يدي الدراهم ما عليناش، بصح عبس، باه تلحقوا لنا الارواح تاع الناس ولا غير عيب عليكم سي قراف. ولا غير سي قراف. تقبلوا الشيء هذا يصرى في دياركم؟ ما تقبلوش. انتم تحبوا الدفاع مع اولادكم. الجو العائلي، وخلي الجزائري الروح تاعو رخيصه. على جال مرسو تاع بيطون عاود ردي الفيديو نقوموه البيطون هذا شحال عاود ردو عاود رد شوف شحال كاين عاودوا لي مرسو العمور عاود زيد عاود نحسبوا كيلو بالميت عاود زيد حوالي المهم حوالي 10 مترات 10 دي متر لينيار ولا نقولوا 20 متر لينيار كل متر تاكل زوج قشيه بيطون ينقاموا كاع 10 ملايين 20 مليون 30 مليون تقول اي جزائري يقدر يتبرع ب 30 مليون يخدم هذا الاخر وما يموتوا لنا الجزائريين يا بن عمي انتم تدوا الدراهم تاع الصيانه تاع طرابو بيبليك تاع طريق السيار شرق غرب والناس تموت والله غير عيب عليكم والله غير عيب عليكم والله ما تعجبوا الذيابه تاع الاشغال العموميه تاع المركزيه وتاع عين دفله هابطه زيد واحده اطلق عمور قلنا كنا رايحين هذه في الطريق جيناها في الطريق وقبل ما نقفل الموضوع الدرك الوطني سريه امن الطرقات على مستوى انا نقولها صراحه على مستوى الوطن يقول لك علاه كي نهضر على الدرك الوطني يقول لك انه شيات راهي شيات للدرك هام لك الرجاله على السبعه نلقاوهم على الرابعه تاع الصباح نلقاوهم تعيط لهم تعيط لهم في اي وقت تعيط لهم في الرقم الاخضر يجوك ناس مجندين بناء الجزائر خدامين واقفين وهذا النقطة السوداء قلنا سينيالوها بلوزيور فوا للسلطات المعنية ولا حياة لمن تنادي وهذا الديكات صاروا بزاف كاين ثاني جهة في بومرداس الأمن الطرقات تاع بومرداس تاع الدرك الوطني سينيالا ثاني واحد المشكل قعد هكذا ما كان والو وكاين وخلي وما خوفي أعظم في طريقنا إلى عين دفلة رحنا لزدين هالك بلدية زدين تحية للناس زدين شريت باعوا لي بوط ب 70,000 درحوني فيه ناس زدين تحية من عبد النووي بور تيفي اطلقها يا عمور يا عمور اطلقها اقلع النووي اقلع النووي اقلع هامليك شوف شوف الذيابه واش يديروا الذيابه يتاجروا بالصوره عاود رد لي عاود رد لي اللور عاود رد اللور شوف الذيابه كيف يديروا يتاجروا بالصوره تاع رئيس الجمهوريه يديروه يديروا له اعلامات ومن نوع حمامه بيضاء وكي تدخل لداخل تلقاها مخروبه ذيابه يا الرئيس يا رئيس الجمهوريه قلت لك جماعه بزاف اللي خانوك خونه يحوسوا على الزوار ده شوفوا شنو دايرين في شعبك يا الرئيس هاوليك مشروع تاع ثانوية متوسطة ثانوية وقيل ثانوية ايه ما نهدرش انا ها زيدوا عمور يحطه هنا على وراه يخدم راه يخدم على الربعة ونص كي تبلع الإدارة ويعرف باللي ما كان والو يدير البيطون وهذيك يعاود يحط يحولها قدام صح روح ورينا البلاصة تاعها حاج بيت ربي حاج بيت ربي جمع هذا هي دراهم باش يزيد يحج حاجه اوكي والله غير شاد في شباك راسه قولي هذه هنا اي هذه هي وين راك تشوف انت الله يرحم والديك ها شو التقشف وين لحقنا لي شوف التقشف صافي هذه نورمال مويدير السنتورة اي هذه نورمال مويدير السنتورة هذه تاع الحديد هذيك تاع الحديد معدوده طويله ب 200 متر بيطون ايه عندك الفوال هذا شو قلت لي هكذا وغلا اه ما غير هكذا غير بيطون بيطون وحده ورمله الصغره هذا هو الشيء اللي كان صافي يدير هذا اللي شفتها ما تشوفهم يشوفوا الحاجه صافي يدير كي تجي الناس يعرفوا كل حاجه بيت ربي وكاع يقول لك هذا انسان في خوف ربي ما يريفوراه صح وهذا الكراج ايش قلت عليه؟ هذا الكراج ها هو هنا ارجل في فري صافي يدير سني بروجي فوت سي سو قلب قلب شو قلب قلب هذا خلص قلب زيد ها على بالك هنا يدير هكذا باش يزيد يحج باه يروح يحج مسكين حوجي هاو كيما هاو كيما هما يحجوا هاو زيد اقلب اقلب تراهم كما هذوا هذي التامة تراهم كما هذي التامة اقلب تراهمك اقلب اقلب زد لا 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 لا
سدين ماتوا عليها الرجال ويلعبوا بها الحجاج. نعم يقولوا مؤتمر الصمام كانوا رايحين يديروه لهيه. وين؟ لهيه. هام داروه مؤتمر الصمام هنا هام داروه هنا. هنا. راح يديروه كما لا في الليسي. بلدية مجاهدة، أم مجاهدة، المجاهدة تجي تلعب بها أنت هاك. هاو هذيك لا مخدومة بالنية. ما يعرفش حق، ما يعرفش حق. أسكن دارك ضامن تصبح غدوة. يا ودي وش. ماكش ضامن. يا غدوة يسألك ربي يقول لك خير لا اشتهيت لك وقالت لك. ها. غدوة يسألك عليه ربي. صح. هاو ذا شام، عندك لاصين يسموه. هاكتو هاو تراب ديجا. شوف يا والي وين يتعين الدفلة. شوف الذيابة في ولايتك يا والي عين الدفلة. النهار اللي جاش عارف الوالي جاي. هاك شوف هنايا. هذا وين هنا طاح. نورمال ما يجي كارو بيض و كارو حمر. ايه. هاو كملوا بالحمر البيض ما لحقش عليه. ما تديرش النوي عامر. هاو كملوا بالحمر. والله في بالي الاحمر راح يطير. لا لا راه طاير طاير. عندك نورمال مو الشبكه كيما هذه. يا اخي احنا كاع اميين. الشبكه هذه. هنايا نورمالمون تخدم بدونار. تخدم بدونار. يعني تجي طالعه هاك. انا قاع ما خدمتش البنيه بس نعرف هذه. هو خادمها بناب وحده ومسوديها واش داير الحديد. هذا يا حجه حوجي انت ثاني راك ما عاودي انت عاودي انت عسى انت ما تخافش من ربي كاع. يزيد يزيد بالخصص وهذا البيت اللي تاهم هنا. يجي رايح العشيه يقص 15 نابولا ويجي يرشقهم هكا. زعما بلاني دايرها بالحديد. بلي داير الحديد عندك. احبس احبس احبس. بس عمور هذه قلنا بلدية زدين. بلدية زدين المعروفة برجالها وشو أهدائها ومعركة زدين. زدين جابت أبطال اللهم صلي على النبي ربي يرحم الشهداء. أولادها اليوم لقيناهم محرومين مساكن عايشين في الهانة وعايشين في المعاناة. وش نقول لك المسؤول الأول على الولاية الولي الجديد الوافد العين الدفلاء ماذا به ماذا به. احنا دائما نقول الولات يا جماعة هبطوا الميدان. الدنيا راهي مخدوعة. روحوا شوفوا الميدان راكم تقعدوا في البيروات راهم ياكلوها الذيابه. اللي خاف ربي يا جماعه يا الولات الجمهوريه اللي خاف ربي يهبط للتيران يلبس البوط ويشمر ويروح يشوف. من زدين رحنا مباشره لافارونت. لافارونت جايه في 5 مليون سيدي الاخضر. هاو الوالي ضرب اليوم زياره لسيدي الاخضر. واش دايرين واحد المصحه هذا الماء بولي كلينيك سابقيها له البارح وكان الخلو دخلوا في واحد البلاصه نقيه. وانا اعوذ بالله من كلمه انا رحت نبهت وقلت له سيدي الوالي راه كلخوا لك راح تشوف الضربه وراي تبعوا. اطلق اطلق عامر كلش. اقلع النووي اقلع النووي يا عامر. هاو جا سيدي الوالي. هاو الوالي تاع عين دفلا جا زياره للمستوصف في لافارونت. تحيه الناس لافارونت وشكرا على حسن الاستقبال تاع اللي درتوا للنووي اليوم. كثر خيركم. شوف راه كاع شافوا النووي. شوف أول مرة نشوف صحابي يقول صحابي ممنوع. شو شوف هاي هاي مجيرة البارح في الليل جيروها له البارح في الليل. ها خدمة تاع الخدع تاع المنافقين تاع منافقين ديركت. علاه تجير له فيها؟ علاه؟ ها شوف يا عباد الله. ها شوف سيد الوالي. شوف ويا المسؤولين تاع الجزائر خدمة تاع الخدع. شوف جير وسبق في الليل. ها أو جاي الوالي غدوة. سيد الوالي راه جاي با يشوف الحاله زينه. خداعين ما تخافوش من ربي. ها فوق التراب الشجر جير الشجر جير الحجر. هذه خدمه هذه تاع بكري تاع العصور الجاهليه. هذه الناس راهي تطير يا جماعه. رانا في المونديالزاسيو يا رانا قريه صغيره. مازلتوا تجيروا كي يجوا الوالي. الله لا ترفعكم يا ذيابه. شحال بقى نكملوا نروحوا ها يا سيدي مشي قاعد 19 دقيقة. مشي مشي يا عامر خضرا يمشي رابيد. هاي الداخل ماهيش مسبوقة. احبس عود ورينهم ورينهم ماهيش مسبوقة. هاي ما هاي ماهيش مسبوقة من الداخل. ها هاي روح ادخل ادخل شوفوا سيدي الوالي راه الداخل عيادة متعددة. ادخل هاو سيدي الوالي. ها اطلق ها مي يكذبوا على الوالي ها مي يخرطوا عليه. ها مسيو سيد الوالي ورانا نخدموا اش 24 والطبيب غير المريض يجي نقوموا به وما يخصه والو. وكاين الشكك وكاين البرازيون وكاين القطن وكاين كلش. كذب في كذب والاخر يهز في راسه يعمل له ايه وي مسيو الوالي كاينه. رانا قايمين ورانا هايله هايله يا سيد الوالي. احنا المرض رانا قضينا عليه هنا ما كانش.
العياده راه ما كاينش اللي يجي الناس كاع راه لاباس عليهم وحاله هايله ولا الماء صحه كيما تشوف سوفيستيكي ما يخصنا والو الحمد لله ورنا قايمين صحه يا الخداعين الوالي كيفاش داروا له كانوا مدينو منا على لا دروا لا غوش منقين له الحاله وكاع ولا دروات منا مخروبه القطره الدنيا مبهدلة ماشي عمور ماشي هايلك البلاصه هايلك هايلك الماء القطره الماء الدنيا مهرود هايلك الماء داير حاله شو ها ها كيفاه كيفاه ايه معليش هاوليك شوفوا يا جماعه هذه ما شافهاش الوالي ها ماشي 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 استنى ها ليك راه زيد ماشي يا عمور زيد ها الماء داير حاله القطره مهدير مرميد الكذب ماشي ماشي درك الوالي الوالي خبرنا قلنا له يا ودي راه مخدعوك جماعه هاليك البلاصه اللي داوي فيها المرضى يا داوي في المرضى وبوضيه في مجروح هاوليك الوالي عاودنا جبناه للبلاصه المخدوعه ها هاوليك جا الوالي ها وهذه هذه هدا اليوم نطلعوا عليها الوالي تاع عين دفله يعني هضرنا معاه واستجاب للنداء هاوليك هاوي شوف ها هاو الوالي تاع عين دفله الوالي الجديد اللي جا لعين دفله ان شاء الله يكون بدايه موفقه للسيد الوالي وحنا رانا نرافقوك كي تغلط نهبطوك وكي تتسقى ما نطلعوك وماذا بينا تخدم نطلعوك دائما طالع هايلك هايلك البلاصه اللي داوي فيها هايلك تاعك هايلك الراديو هاو الراديو هايلك هاو دخل هاو دخل الوالي ها دوك يدخل يخلع الماء الدنيا مسخه الحاله تبهدل شوف شوفوا الوالي هاو شافها هاو خلع قلت لك اسيدي الوالي خدعوك ما تامنهمش خداعين هاوليك مكتب الطبيب يا خويا يضحك والله ما يحشم والله ما يحشم ويجيهم صحاح واش نترجم قال لهم عيب عليكم قال لهم كون دياركم يصرا كما هكذا ثم اللي مسؤول على التقطيطه هذا صرا في داره يخليها هذا الوالد عندك لا خليها كما قبلوها خدمة عن النفاق تلقاها غير على العالم الثالث تي الموند ما تحشموش بصح هذه للولات راهم يخدعوكم يا جماعة يا الولات راهم يدوكم غير البلاصة الزينة التمر والحليب والبندير والعواد والدنيا خيالة ها روح كمل البلدية روح بلدية لافارونت روح بلدية لافارونت اليوم مغلوقة كاع علاه بالو كان يجي الوالي الداخلي كاع مخلوبة غلقوها وقعدوا يسقموا له في الطرق قالوا كاع هذا الجيش تاعي الجيش النووي العظيم صحيتو صحيتو يا ولادي تاع لافارونت صحيتو صحيتو المير تاع لافارونت عنده 15 سنه وحاكمه تقول تاعو تقول ملكو مبلع ها خلاص عمور عمور احبس احبس هنا ستوب هي ستوب هي بليز شوفوا واش ما عامله هبط لي السلطات الذيابه تاع عين دفله تاع زد الدين وتاع لافاروت هبطهم لي الذيابه تاع زد الدين ولافاروت هابطين زيد واحده زيد لي طلعه للوالي تاع عين دفله الوالي تاع عين دفله طالع زيد له واحده اطلق نروحوا كاش ما تجيب لنا اي روح Depuis trois générations, Habbesh Immobilier, un acteur majeur de la promotion immobilière en Algérie, bâtit et conçoit des villas et des appartements au standing. Plus qu'une maison, Habbesh Immobilier vous garantit des designs créatifs et des commodités ultra modernes pour un cadre de vie agréable. Venez découvrir notre programme en cours Résidence El Jenen à Saïd Hamdin sur www.habbeshimo.com.
stress, faites-le plein d'énergie en buvant ce cocktail de fruits succulents, vertus tonifiantes et rafraîchissantes. Les Jungawes, le meilleur de la nature. أول مصنع لتركيب سيارات هيونداي بالجزائر. تخيل شاشة بصورة ذات جودة لا مثيل لها، عرض بأكثر من 1.07 مليار لون، فتصبح في نظر المشاهد كما لو أنها حقيقية. تخيل شاشة ذات التقنية الفنية المنحنية التي تصل إلى 180 درجة، تقنية تغمرك كليا في الصورة، كل شيء يصبح حقيقيا مع الأجهزة التلفزيونية لجيون إلكترونيك. جيون إلكترونيك، نبتكر من أجلكم. عمر الشكارة واللي صار صير، يا نايا المير عمر الشكارة واللي صار يصير، يا نايا المير عمر الشكارة واللي صار يصير، يا نايا المير حوجي حسن وعوني ونكين بئير، يا نال بروبيتي هذه لافيريتي، يا نال بروبيتي هذه لافيريتي، بهفتني الديبيتي الوالي والوزير، هنا يا المير نعمر الشكارة واللي صرا يصير، هنا يا المير حوجي حسن وعوني وانا كبير. هذه الاغنيه مهديات للامير الذيابه. عمور نروحوا العابد سوناطراك، راسلوني جماعه تاع حراس الامن الداخلي تاع سوناطراك، 15000 عامل مساكن عاد مزوج سمانات وما في اضراب، مساكن يعانوا ويقاسوا، واش طالبين؟ طالبين حقوق بسيطه. انا ما نهدرش، وقبل ما نبداو القضيه نبداوها بال كاين امور يسراو في وين النفط وكاع تاع موت مساكن، نوروه لكم ونختموها بسي شاكيب خالي. اليوم درنا حاجه زينه هايله. اطلق الاخر، ما توريش النوية، اطلق عمور. هكذا شوفوا يا جماعه، هذه ورا جبنا لكم فيديو، هذه في بلاصه ماشي في الجزائر، الله يبعد علينا. شوفوا يعني الاخطار، هاملك العمال تاع الامن الداخلي، مساكن 15000 واحد راهم في اضراب، مساكن اضراب عن الطعام، ما كاش كاع اللي يخزر فيه مساكن. يا شوف شاكيب خليل، شوف يا ابو طرفه، شوف يا شاكيب خليل يا ابو طرفه، الدراهم ياكلوا فيه المهارير بطن وياكلوا فيهم الشركات تاع الخارج بالدوفيس، لي مليار ولاد الجزائر مساكن هامليك، ربعة دورو وما حبيتوش ترسموهم 20 سنة، هما يحرضوا باش ديروا المعاقد تاع عمل وتريقلوهم، لا، ياه شاكيب خليل، بوطرفة، شوف ولاد الجزائر 15000 جزائري مساكن يحموا في المنشآت تاع سوناطراك، ما قدرتوش توفروا لهم ترسموا لهم العقود تاعهم، عيب عليكم والله غير عيب، عيب. اطلق عمور، اطلق، خليه يمشي، مشي هيا خلي. في احتجاج لكي نبلغ رسالتنا، نحن في اضراب عن الطعام. اولا نحن نحس بالتهميش والحقرة في هذه المؤسسة التي افنينا فيها شبابنا، ومعظمنا يعاني من أمراض نفسية وعصبية. نحن نريد تحقيق المطالب المشروعة وهذا استنادا إلى القانون. نحن نعمل بعقود عمل مؤقتة وهذا منذ 1999، نطالب بعقود عمل دائمة، نطالب بتغيير نظام العمل الذي أصبح يرهقنا، ولا نستطيع أن نرتاح في بيوتنا أسبوع أو أسبوعين لا تكفي.
نحن الراحة النفسية والجسدية للعامل مهمة كثيرا لكي يشحن بطارياته من جديد ويعمل. نحن نطالب بنظام عمل أربعة أسابيع، عمله أربعة أسابيع راحة مثل باقي جميع عمال سوناتراك. نحن لا نريد الاستثناء. نطالب كذلك بأن تكون العلاوات كلها محسوبة في الأجر القاعدي، لا نورماليزاسيون دو لا فيش دو باي، وهذا طبقا لقرارات المدير سوناتراك، مدير العام لسوناتراك السيد شرواطي أمر بلا نورماليزاسيون دو لا فيش دو باي إلى جميع أعوان الأمن الداخلي مثل بقية أعوان سوناتراك. نطالب كذلك بحساب الدوبلاج، يعني الساعات الإضافية. عامر أحبس أحبس عامر ماشي حتى تلحق الوزير السابق مستر شاكيب خليل. ماشي مستر ياس نياس أوكي ستوب ستوب. هذه اليوم الخارجة تاع مستر شاكيب خليل the minister of war of petrol wall. اليوم زعما ندوة صحفية في البرج، اسمعوا شوفوا الحضارة، شوفوا مستر شاكيب خليل، ما شوفوا كيفاش يتعامل مع الصحافة. هطلق جاري هو كان كيف نتوصلوا إلى هذه الرؤية وإجماع على هذه الرؤية. أحب أن أكون بعد وليم هذه لعبوا ولا كيفاش؟ ما تحترموش حتى الناس يعني اللي راهم يحضروا الحاضرين يعني؟ وعلى احنا رانا نطلبوا فيك و. رانا نطلبوا فيك و. راك في رزقك و. راك مالك علينا و. او بس نقول لكم حاجه صحفيين، والله العظيم غير نورمال موت، خلوه وتروحوا، خلوه وعدوا. هذا الشيء اللي درتوه كاع عميتوا البلاد وتزيد تشنف علينا تشنف علينا. رانا نطلبوا فيك، رانا في بلادنا. والله غير حلوة هذه الشي اللي درتوه كاع. هاملك العمال المساكن عايشين كيما عايشين في الميزيرية، ودراهم اللي ياكلوا فيهم البرانية، خبز الدار ياكلوا البراني، وتزيد تشنف علينا الفوق. عميتوا لها جدها كاع وتزيدوا تشنفوا. وقيل راك حاسب روحك في التكساس ولا عالكوساس ولا دالاس. وي ار in Algeria. This is our country, Mr. Shakib Khalil. It's not yours. This is our country. المسؤولين تاع سوناتراك هابطوا. زيد الواحدة. خبز الدار ياكلوا براني. الرجال اللي بيجوا من الخارج يخلصوا بالمليار ب 900 مليون، ولا الجزائر تاع دايرين مكيل عبيد يخلصوا بالربعة دورو، ودايرين تبهدلوا زيد تحل فمك. اطلق عليا يا عامر. زيد عامر واش مازال؟ عطينا الرسالة هذه ثاني جاتنا من مجمع عامل باي كيف كيف. قال له ينعلبوك حاشا شواربك. من سوناتراك رحنا للبيض شركة تاع الغرب تاع الترابو باتيمو، مساكن عندهم ست شهور حتى ولادهم ولاو يطلبوا. هذه أمانة نفوتها، أنا تبعثوا لي أمانة في رقبتي أمام الله. هذا المنبر أعطاه لي ربي سبحانه عز وجل، أنا مبلغ الأمانة. تحبوا تقطعوني ديروني في يونداشي وترموني الكلاب ياكلوني ديروها، وغدوا نتلاقاو عند ربي. ما تحشموش. أطلق عامر. احنا عمال مؤسسات اشغال للبناء. اقلع النووي اقلع، خلينا نسمع. اول حاجه السلام عليكم سي النووي، هذه الرساله وهذا الفيديو رانا دايرينها خصوصي للنووي. ماذا بيك سي النووي، هذه وهذه الرساله رانا دايرينها لك امانه، ورانا محملينها لك يوم القيامه رانا نحاسبك عليها. ودي سي النووي، احنا العمال هذه وين رانا في حاله يرثى لها، رانا في مده 6 اشهر ما خلصناش، مشينا للسلطات العليا على راسهم الوالي. جينا نمشيو له يقول لك يا ودي انا خاطيني، جينا هنايا
ما عندناش المدير، يعني سوء التسيير. المدير ما كاينش، العمال راهم المخاليق كاين على بالك اللي ولاده خرجهم من المدرسه، على جال واش؟ على جال انه ما لحقش. الحاجه وصلته انه يخرج وليداته من التدريس، يعني ضيع لهم المستقبل تاعه. علاش؟ من سوء التسيير تاع المؤسسه تاعنا هذه، صفاتي تاع ولايه البيض. كاين اللي خرج بنته من السبيطار كان فيها كونسير وما عندهاش الدواء، والله الا في هذا الوقت اللي راني نحكي لك وراني نهضر السي النووي، والله من بعد العصر، بعد صلاه العصر ان شاء الله، راه الجنازه تاع الطفله هذه اللي خرجها ابوها من السبيطار على خاطر ما لحقش باه يفوت عليها، ما لقاش باش يشيلها الدواء. احنا رانا في حاله يرثى لها. ماذا بك يا ولدي السي النووي توصل لنا الرساله هذه ايوانا للسلطات العرس. احنا ما لقيناش لا حول ولا قوه لنا الا بالله العلي العظيم. بديرها في راسك. العمال قلت لهم الشر. مشينا للهلال الاحمر، علاه مشينا للهلال الاحمر؟ عمال المؤسسه هذه علاه مشات للهلال الاحمر؟ باه نطلبوا. من عند من نطلبوا؟ من عند اللاجئين الافريقيين. ما احنا اصحاب البلاد اصبحنا في بلادنا لاجئين. كل البيبان تبلعت علينا. بصح بابك يا سي النووي رانا متفائلين فيك خير ان شاء الله. وماذا بيك، ماذا بيك يا ودي توقف معنا، وتوقف معنا وقفه ما ننسوهالكش ما دامنا حيين. عمال مؤسسه اشغال للبناء الجنوب الحوض البيض صوباتي راها تناشد في كاس النووي باه توصل لنا الرساله هذه وينال للسلطات العليا وعلى راسهم رئيس الجمهوريه. خلاص اللهم اشهد انني بلغت. بلغت الرساله ورساله موجهه الى رئيس الجمهوريه. شوف واش راه صاري في ولادك سيد الرئيس في كل مكان. هذه الخدمه تاع من؟ تاع الذيابه. الوالي تاع البيض والمدير البيديجي تاع هذه الشركه تاع الاشغال تاع القرب. هاطي زيد وحده هاطي عمور. واش بقى لنا دركا؟ ايه رشيد اطلق 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 وحبس. ها رابيد. جماعه رشيد نكاز، رشيد نكاز، رشيد نكاز. ذاك النهار وقيل لويت ولا وقتها راح قال باللي راهم قال باللي سلال ويحيى داروا لي في باراج ورفدوني وداوني ركبوني في الطياره ونفاوني. احنا قلنا ايه كيف سلال ويحيى يروحوا للطريق يعرضوا رشيد نكاز؟ والله ما ملاتين به كاع. والله يا سلال ويحيى قسما بربي نحط يدي في النار ما على بالهم بك، ما مسامعين به كاع، ما مشلاتين به كاع. وانا باش نقول لك على بالي كاين الناس يقول لك شياتو، انا ما شيت حتى واحد غير البارح برك وطايح على ويحيى. ونقول لك حاجه، ويحيى رغم اني معارض ليه ونهبطوا في البرنامج ولكن يبقى ولد الجزائر، رانا ننتقدوا فيه ويبقى ولد الجزائر. ويحيى ما غادرش الجزائر، ما راحش وخلاها. انت يا كنت مترشح للرئاسيات في فرنسا للبرلمان، من بعد جيتنا كي تريقلت الامور جيت انت حبيت دير لنا في البلد تمسخر بينا. هاك منا قلت لنا طردوني منا البارح تدور في الجي. هات لك عمور. السلام عليكم. الزول في الاول راني في المطار واريبو مجال في الجزائر. على بالكم وصى اليوم سي سلال وسي ويحيى، يعني داروا لي كيدنابينغ في لوطوبوت في طريق الجزائر. والله غير عيب عليك يا الوزير الاول سلال ويحيى، عيب عليكم تديروا في باراج. انتوما باسبور الجزائريان. جاريف توت شويت، جاريف توت شويت، فانكيتي با 20 سكون سي بون سي بون. والله يا جماعه شفتوا واحد يتنفى ويطرد يخلوه الشرطه يصور ويهضر باسبور الجزائريان، اللي يطرد وينفى يترفد يتلاح في الطياره ويروح، ما كانش كاع الهضره. روح اطلق شوف با بلوس سي جي فيني. فوالا وراني هنا جو سوي اوبليجي دو بروند ان فول بور باري. فوالا يعني طردوني من بلادي وقالوا لي لازم ترجع لفرنسا، يعني داروا لي قالوا لي شكون؟ سلال ويحيى. اطلق اطلق خليه يمشي. الخوا هذه سي سلال وسي ويحيى ما تسمحوا لهمش، ما تسمحوا لهمش. فوالا وبعثوا لكم فيديو ان شاء الله. هيا السلام عليكم. سلام عليكم. هذه كي طار زعما سلال ويحيى داروا في باراج رفضوا رشيد نكاز وحاوزوه. البارح لو البارح كان يدور في الجي هاوليك قدام المحكمه العليا في الجي في ليبيا. اطلق خيريه تقل تحت الخير ان شاء الله. ورا الخوا نتلاقاو نتلاقاو تدخل فيها ان شاء الله. دير عاصمه راكم تشوفوا، راكم تشوفوا الشتاء راه في البلاد بصح الحمد لله
الله بروحكم ها بكراج فوالا يعطيكم الصحة. السلام عليكم. اسمح لنا اسمح لنا خويا هذا اللي يتفايز راه راه يطرد في سمانة عادي ولا تزاي. شوفوا يا شعب جزائري هذه البلاد لازم تمشوا دوكا دوكا ما تقلقوا والو دوكا 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 احبس احبس دوكا 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 حتى الباب الدار يتبع في البنوكا ويطفي النوار دوكا 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 حتى الباب الدار يلقط في البرقوقة وخابطها بدا مسخر بينا راشد نقازة وسلل ويحيى نفاوكم بعد تجي هنايا وتقول له صحايا الشرطية اطلق شو احبس هو رشيد نكاز الوقت اللي كنا احنا غارقين في الدم وفي الهم كان هو مترشح في لا فرانس لي زيليكسيون بريزيدونسيال اطلق Case, donc alternative libérale et Allez France. Ils sont, vous êtes très différents l'un de l'autre. C'est déjà en 2000 à faire un livre entretien avec les 7 chefs d'État du G7. Donc j'avais eu l'occasion de rencontrer Clinton, Chirac, Tony Blair et Schroeder. Et j'avais fait la première expérience de démocratie directe pour les grands fonds. Et les grands fonds de l'Allemagne. C'est ce système de blague. C'est بالاورو ومخلي ولاد بلادي هنا هذه ويكتا كما كان في فرنسا ودوكا جاي يدير لنا في البوليتيك اطلق دو باريناج ال رامبلاسي بار دي باريناج دو سيتويان كي سري بوكو بلو ديموكراتيك ها هو الشاك ها هو الشاك ها هو الشاك ها احبس الشاك بالاورو شحال فيه استنى ميل اصلا 1350 اورو 1350 اورو يا جماعه ها اطلق ها رشيد نكاس جيت لعب بينا دروكا ديرنا في البوليتيك مصغر بينا ياه ديرنا في البوليتيك ها علاه قلت لنا طردوني ومن بعد غدوة تجي هنا وديرنا في البوليتيك رشيد نكاس هابط زيد له واحدة اطلق عمور خلاص لي الوقت عمور قال لي اليوم راني طولت ان شاء الله نكون ما ثقلتش عليكم وسمحوا لي تحيه الى ابناء وطن القالي في كل مكان تحيه الى الفريق العامل معي باسم بلال والبرايجي وينه ها اميره تاع البرج خالد ريجيسوركم داميتود جماعه الحراك تاع البعاين البيضاء ناس شويه ساس وينه حسين يا الخداع يا الهراب يوسف المونتور زاكي المونتور الكذاب هذا واش يسموه امين ثاني كاميرامان عامر عموري بوشوار التكنيسيان دو صوت اصوات العجيبه وهذا اللي راه شاد الميكرو وينه حسن زيد وماليه ثاني البرمجه المعلمه تاع البرمجه البروغراماسيون يكثر خيرها زادتنا اليوم دقائق ياه وتحيه الى ابناء الوطن المقالي في كل مكان تحيه الى حماه الوطن ابناء الجزائر اطلق فيسبوك تحيه الى النووي لينا ثاني وجماعه قبل ما نختم والله 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 ما عندي حسيفه مع حتى واحد انا هذه هي نيتي اللي يخدم خدمه زينه نطلعه واللي يخدم خدمه شينه نهبطه ورانا في بلادنا وتحيه الجزائر المجهود الخلود شهدائنا الابرار الى هنا ينتهي لقائي بكم اليوم دونتون في رعايه الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واطلق يا عمور جيش النووي العظيم Louis!
أولادي أغلى ما في الوجود، خاصة عندما